ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 33 ألف شهيد مع ارتكاب قوات الاحتلال لمزيد من المجازر في مختلف مناطق القطاع في اليوم 86 بعد المئة. ووصلت حصيلة ضحايا المجازر التي ارتكبها الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية إلى 154 شهيدا. إلى ذلك أظهرت صور استهداف كتائب عز الدين القسام جنودا وآليات إسرائيلية من النقطة صفر عصر السبت الماضي في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما كشف نشطاء عن حجم الدمار والمأساة في خان يونس بعد انسحاب الاحتلال من المدينة. هذا وجدد العديد من قادة العالم دعواتهم للوقف الفوري لإطلاق النار وضرورة فتح المعابر لدخول المساعدات. وقالت فرنسا يجب فتح المعابر لإدخال المساعدات حتى وإن تطلب الأمر فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي. للوقوف أكثر على التفاصيل وتداعيات استمرار هذا العدوان على القطاع، أرحب بضيفي هنا في الاستديو السيد يحيى حرب الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط. أهلا بك سيد يحيى حرب معنا. يعني ماذا يعني استمرار الاحتلال بارتكاب هذه المجازر المروعة عشية عيد الفطر المبارك؟ بما أننا عشية هذا العيد نتمنى أن يكون عيدا سعيدا لكل المسلمين وخصوصا لأهلنا في غزة، مع العلم أن هذه المناسبة مؤلمة وحزينة، وإذا كانت الأمة تهدي هذا العيد لمسلمي غزة فإننا بانتظار العيد الذي سيهديه أهل غزة للأمة، عيد النصر إن شاء الله وعيد توقف هذا العدوان على شعبنا في غزة. حقيقة يعني المشهد إذا نظرنا إليه من زاوية الاحتلال فهو ليس مفاجئا أبدا، طبيعة هذا العدوان هو هذا العدو هو العدوان، هو احتلال عدواني، هو بطبيعته يمارس هذه الممارسات. ما شاهدناه خلال 186 يوم الماضية أكثر من ستة أشهر حتى الآن، ما شاهدناه يعني تقشعر له الأبدان، غير مسبوق في التاريخ، ممارسات لا تعني شيء بالنسبة للحرب والقتال، هي مجموعة من الأحقاد المتفجرة بشكل قنابل، كراهية بشكل لا يعني ليس له نظير في الصراعات السابقة، وكل ذلك طبعا واجهه شعبنا وواجهه أهلنا ومقاومتنا في غزة، واجهوه بكل صبر وبكل احتساب. هذا الاحتساب وهذه الثقة بالله وهذا الإيمان لهذا الشعب العظيم في غزة فعلا هو النقطة التي يجب أن نرفع رأسنا بها ونسلط عليها الضوء، لأن العدوان زائل بكل جرائمه، بكل المآسي التي يسببها، بكل الآلام، بكل هذه الخسائر التي يعني لا تقاس بقيمتها المعنوية والمادية، كل ذلك سيزول إن شاء الله عندما تحين ساعة النصر لأهل غزة وهم منتصرون بإذن الله. نعم، أرحب بضيفي أيضا الدكتور أحمد محسن الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج من ألمانيا. أهلا بك دكتور أحمد محسن. يعني في ظل استمرار هذه المجازر، كيف تابعت هذه المشاهد التي عرضتها كتائب عز الدين القسام لاستهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس بعد وهذه المعارك تدخل شهرها السابع وبدت المقاومة الفلسطينية وكأنها في أيامها الأولى؟ يعني سيدتي الكريمة، نحن نستشهد بما يقولونه المحللين السياسيين والعسكريين القدامى والحاليين في دولة الاحتلال الإسرائيلي عن سياسة نتنياهو وعن الإجرام الذي يقوم به ضد أبناء شعبنا في غزة، ويقول أن هذه ليست حرب، هذه مجرد عملية انتقامية من الشعب الفلسطيني ولم تحقق الأهداف الإعلانة. هذا لسان حالهم يقول هكذا. ومن يعتقد بأن الشعب الفلسطيني ومن كان يعتقد بأن الشعب الفلسطيني سوف يرفع الرايات البيضاء ويستسلم و لا يجابه الاحتلال بكل الإمكانيات المتاحة فهو واهم. ونستشهد بما كان قد فعله شارون ومن سبقه أيضا في غزة، وشارون كان يعد أبو الاستيطان ومنذر الاستيطان، كيف أجبر على أن يرحل عن أرض غزة وأن يفكك المستوطنات. هذا كله يجب أن
يتعلم منه نتنياهو ويوكن. لكن نتنياهو مشكلته هو بغض النظر عن الخسائر وبغض النظر عن النتائج التي ستنجم عن 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 هذه الإبادية، فهو يريد استمرارها لمآرب شخصية ولأطماع شخصية ولأسباب ذاتية تخص حكومته وتخص بقائه على 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 الحكم، لأنه يعلم بأنه في اليوم الذي يتلو توقف الحرب المحاكم ولجان التحقيق سوف تنتظره. وشاهدنا البارحة بن غفير أصلا يهدد نتنياهو ويقول بأنه إن لم يستمر في الحرب ويدخل رفح فسوف أقيله، وكأن نتنياهو يعمل أجيرا عند بن غفير، لأنه يعلم أن التوازنات في الحكومة يحتاجها نتنياهو من بن غفير وسموتريش والمتطرفين اللي موجودين معه في الحكومة. لذلك بقول أنا إنه الشعب الفلسطيني أثبت وعلى مدار 186 يوم دخلنا بالشهر السابع بأن الذي حقق الأهداف حققها. هذا الجيش الذي يمتلك كل التقنيات التي تستخدم في العالم ويبيعها أصلا هو للعالم لم تجدي نفعاً. أسطول المسيرات التي تغطي سماء غزة لم تجدي نفعاً. هذه القوة النارية الجهنمية المفتوحة على مدار الساعة ومنذ اليوم الأول من الحرب لم تجدي نفعاً. الشعب الفلسطيني لن يستسلم، ومن يعتقد بأن الشعوب ستنكسر أيضاً فالتاريخ علمنا بأن هذا الكلام غير قابل للتطبيق. الشعوب وإرادة الشعوب هي التي ستنتصر، جاء من شاء وأبى من أبى، نعم، قبل ثمانه أو قصر. نعم سيد يحيى حرب، بعد 6 أشهر توجه المقاومة الفلسطينية تحديدا في خان يونس ضربات نوعية للاحتلال الإسرائيلي، كيف تفهم هذه القوة على الاستمرارية، هذه القوة بالصمود؟ وكما ذكرت كأنك كنت في الأيام أو تبدو في الأيام الأولى لمعركة الالتحام مع الاحتلال الإسرائيلي. حقيقة هذه الظاهرة يمكن قراءتها من زاويتين، من زاوية الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية وهذه القدرة العجيبة، هذه معجزة حقيقية، يعني ما يحققه الشعب الفلسطيني اليوم ولا نقول ذلك مجازا، هذه معجزة حقيقية أن يستطيع شعب أن يصمد كل هذه الفترة، يعني في غزة، هذه غزة، غزة المحاصرة الصغيرة المحدودة الإمكانيات، ومع ذلك هذا الشعب يصمد رغم كل الخسائر التي تفوق الخيال التي يتكبدها. وأن تستطيع المقاومة أن تحتفظ بسلاحها وأن تحتفظ بقدرتها اللوجستية والعملياتية والتواصل فيما بينها والكمائن وتصوير من مسافة نعم سفر، يعني وتنظيم صفوفها والإعداد من مرحلة يعني يعني السيطرة على الهجوم إلى مرحلة الهجوم نفسه، إلى مرحلة الهجوم المباغت العدو بأساليب مبتكرة، هذا شيء لم يكن بحسبان لا غفارة ولا جياب ولا أي من المنظرين الذين نظروا الحروب الشعبية فيما سبقنا من شعوب، هذا شيء غير مسبوق. أبطال غزة، قيادة غزة، القدرات التكتيكية لهذه المقاومة. هل هذا فاجأ الأمريكيين والإسرائيليين؟ يعني هذا صمود للمقاومة طوال هذه الفترة رغم كل هذا الحصار، هل كان بحساب أو حسابات الأمريكيين والإسرائيليين بدون أن المقاومة ستصمد كل هذه المرحلة؟ بدون شك لم يكن هذا بحسابهم، وهذا ما يفسر لنا الوجه الآخر من الصورة، هو وجه الهزيمة والخذلان والفشل لهذا الجيش، هذا الجيش الذي كان يعتبر نفسه، وكثيرون كانوا يعتبرونه حتى من العرب، حتى من أهلنا العرب كانوا يعتبرون جيش لا يقهر، جيش قوي، جيش بإمكانيات هائلة، وهو فعلا يملك إمكانيات هائلة، وهو فعلا يملك إمكانيات تكنولوجية، ولكن أثبت بأنه في الميدان وفي المواجهة مع هذه المقاومة، هذا الشعب، مع هذا الشعب في غزة أثبت عجزه، وهذا ما أحدث الصدمة الكبرى. يعني اليوم أختي العزيزة عندما تحدث عن ما صرح به ماكرون وما صرح به بايدن والخطوات التي يقال بأنها بدأت للضغط على كيان الاحتلال، هذا ليس دليل
صحوة وعي عند هؤلاء ولا دليل ضمير عند هؤلاء. هؤلاء ليس عندهم ضمير وليس عندهم أي حس إنساني، لأنهم صبروا كل هذا الوقت لتغطية الاحتلال، صبروا كل هذه المدة وهم يرون الضحايا، وهم يرون الجرائم ترتكب أمامهم. ولكن ماذا يفسره الآن؟ يفسره هذا الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني وهذا الفشل الذريع لكيان الاحتلال. لو يستطيع كيان الاحتلال أن يحقق أهدافه التي أعلنها هو بنفسه في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس، لما شهدنا هذا الانقلاب في الموقف في الرأي العام العالمي والرأي العام حتى على مستوى الرسمي أيضا. نحن نعرف هناك قيادات، أحزاب، نواب، حتى في الكونغرس الأمريكي هناك نوع من التغير الكبير. هذا كله انعكاس لهذا، أولا للوحشية الصهيونية التي مورست بأبشع ما يمكن أن يكون بما لا يتصوره عقل، ثانيا للصمود الأسطوري أيضا الذي مارسه الشعب الفلسطيني. طيب، بمواجهة الاحتلال. نعم دكتور أحمد، يعني إلى جانب هذه أو إلى جانب هذا العدوان الذي يخوضه الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين العزل في قطاع غزة، الآن يخوض معركة على الساحة القضائية الدولية من جديد. نيكاراغوا رفعت دعوى ضد ألمانيا لتسهيل الإبادة الجماعية في قطاع غزة. على المستوى السياسي والشعبي، ما هي ردود الفعل في ألمانيا على هذا الحدث؟ لم تستوعب حقيقة ما جرى، وهي يتم جلبها إلى محكمة العدل الدولية لأول مرة بما يتعلق بموضوع فلسطين وما يتعلق بموضوع حرب الإبادة التي تخاض الآن في غزة ضد أبناء شعبنا من دولة الاحتلال الإسرائيلي. على المستوى الشعبي فهي شجعت الأصوات التي كانت مرتجفة قليلا ولا تعلو بصوتها عاليا بالبوح بالموقف المنحاز للشعب الفلسطيني ولقضيته. هذه الخطوة شجعت هؤلاء الناس وهم كثر، ومن فترة بسيطة تم توقيع عريضة من 100 موظف ألماني يعملون في السلك الحكومي وأرسلوها لرئيس الحكومة، طبعا ليست بأسمائهم الحقيقية ولكن خوفا على 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 وظيفتهم وخوفا على شخصيتهم، لأنه في الحقيقة ما شهدته ألمانيا من انحياز يعني لم يسبق لهذا الانحياز وضوحا كما هو الانحياز الذي تعيشه ألمانيا بما يتعلق بما يجري في حرب الإبادة ضد أبناء شعبنا، حيث أن القضاء أصبح حقيقة يعني ليس كما يتوقع الإنسان بأن يتم بحث القضايا والخوض في تفاصيلها. لا، هناك في تغيير في المزاج الشعبي الألماني واضح ومعروف، ونلاحظه يوميا وفي مظاهرات والوقفات التي نقيمها في ألمانيا. لكن الموقف الرسمي حقيقة يحتاج إلى ضغط شعبي أكثر حتى يتم على الأقل بأن يكون محايدا، على الأقل بأن يكون منصفا. هل ألمانيا مستعدة دكتور أحمد أن تتحمل الاستمرارية في تحمل هذه المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والغير قانونية لما يحدث في قطاع غزة؟ هل مستعدة أن تدفع الفاتورة بعد الآن؟ ألمانيا وضعها استثنائي في كل دول العالم ليس فقط في أوروبا، وما شهدناه وعشناه خلال الفترة المنصرمة وخلال العدوان على شعبنا الواضح الصريح في بث حي ومباشر على الهواء لم يترك مجالا للشك بأن الحرب التي تخاض ضد أبناء شعبنا هي حرب انتقامية، اقتل ودمر، هذا ما شهدناه. والضحايا ثلثينهم من الأطفال والنساء. غزة لم تعد غزة، 70% من المباني والمساكن تم تدميرها، الشوارع، المستشفيات. إذن الصورة واضحة، ولكن القرار السياسي للإقرار بالحقيقة والعودة إلى القيم التي هم أصلاً يتغنون بها وينادون بتطبيقها يحتاج أعتقد إلى مزيد من الضغط. لم نصل إلى المرحلة التي نقول فيها بأن ألمانيا غيرت من موقفها وألمانيا ستلتزم أو ألمانيا، لأنه الضغوطات التي
تمارس على ألمانيا من الجانب الآخر هي هائلة، وهذه من 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 إفرازات ونتائج الحروب العالمية التي خاضتها أوروبا. لا نتوقع من تحول يعني بشكل سريع على ألمانيا من ألمانيا بما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ولكن هي خطوة بالاتجاه السليم، ولكن هي خطوة تشجع الشارع الألماني وتشجع أساسا والأحزاب والمنتخبين وبعض البرلمانيين ورجالات النقابات والشارع. في البداية سيدتي الكريمة كان الوضع يختلف عن ما نعيشه الآن، طبعا من الناحية الإيجابية بنقول، لكن نحتاج إلى أكثر. هذا الدم الفلسطيني هو دم بشري، أنتم تنادون بحقوق الإنسان وحقوق الحيوان وبحقوق الطفل وبحقوق المرأة وبحقوق العيش بكرامة وبحرية وباستقلال، ولستم مع الاحتلالات في الدنيا. وألمانيا خاضت طبعا من خلال الحروب العالمية تعرف ما معنى الحرب، تعرف ما معنى القتل والتدمير. لذلك نحن متفاجئون جدا من الموقف الألماني، خاصة مع بداية هذه الحرب ضد أبناء شعبنا. شكرا. الموقف يتغير، نحتاج إلى وقت أطول وإلى ضغوط من الشعب الألماني أكثر حتى نشهد تغير الملحوظ. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد محيسن، الأمين العام للمؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارج من ألمانيا، على هذه المشاركة. سيد يحيى حرب، يعني برأيك إلى أي مدى هذه التحركات الحاصلة على الساحة السياسية القضائية الدولية هي هامة جدا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وإلى أي مدى هي ستكون مؤثرة بالنسبة للمنظومة الغربية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي بالمال والسلاح؟ نحن أختي الكريمة كما تعلمين لا ننظر إلى صراعنا مع الاحتلال الصهيوني لأرضنا وللعدوانه على المنطقة بشكل عام من منظار المصالح المادية فقط. نحن نعتبر أننا في مواجهة أخلاقية، مواجهة ثقافية، مواجهة سياسية، مواجهة تاريخية على هذه الأرض. غزة اليوم لم تعد مسألة صراع على أرض أو على مصالح، غزة اليوم هي التي تفرق ما بين الحق والباطل. العالم كله سيحاكم نفسه على هذا الأساس. انطلاقا من هذه الفكرة، فكرة الحق والباطل، فكرة التقدم والتأخر، فكرة الإنسانية والتوحش، هناك إنسانية وتوحش، هناك نظام عنصري، العنصرية التي ما آخر بقاياها هو هذا الكيان الإسرائيلي وآخر ضحاياها هم الشعب الفلسطيني وخصوصا في غزة. هذا هو الميزان الحقيقي. ومن هنا أنا أعتقد نعم أن هذه المحاكمات لا يجب أن تقتصر فقط على الكيان الاحتلالي وعلى ألمانيا، كل الأنظمة التي دعمت الكيان الاحتلالي يجب أن تحاكم، يجب أن تعرض لهذه المحاكمة. صحيح أنه لن تأتي نتائج مباشرة ونحن لا نخوض نضالا مباشرا وصراعا مباشرا، ولكنها بالتراكم، عمليات تراكم. يجب أن نقول للمجرم أنت مجرم حتى وإن كنا لا نستطيع أن نضعه في السجن، ولكن يجب أن نقول أخلاقيا، نفسيا، عقليا، يجب أن نقول له أنت مجرم. نعم هذه المحاكم مهمة، إظهار الحق الفلسطيني التاريخي وهو تطور هام مهمة. يعني ما يحدث تطور هام، تطور هام جدا، يجب أن ننسى، شعبنا يجب أن لا ينسى أنه نحن منذ عام 48 حتى اليوم تسيطر على العقول الأجنبية الرواية الخرافة الصهيونية، تسيطر عليهم خرافة المظلومية الصهيونية الكاذبة، الادعاء المظلومية، يحاولون أن يصوروا العالم. وهذه السردية الأسطورية الفاشلة والكاذبة والمزورة كانت هي الحقيقة عند العالم. اليوم انكشف الحق، انبلج الفجر، ظهرت الحقيقة كما هي. نحن الشعب الفلسطيني هو الضحية الحقيقية لهذا العدوان الذي ليس له حدود، وهذه لها قيمة ثقافية ومعنوية وسياسية أيضا على مستوى الصراع. من هنا نعم أنا أدعو كل الناشطين في كل الدول التي دعمت كيان الاحتلال أن يقوموا بمحاكمة هذه الدول، لأنها كلها معنية. كلنا شاهدناهم في 7 أكتوبر وما بعد 7 أكتوبر كيف توافدوا سيول من الزعماء والمسؤولين، تدفقت على الاحتلال لاحتضانه، لاحتوائه، لدعمه.
في المقابل سيد يحيى حرب، الاحتلال الإسرائيلي كيف يرقب هذه التحركات وما يحدث وما يطال من سمعته حقيقة على الساحة الدولية تحديدا قضائيا؟ إلى أي مدى هي مؤثرة وضاغطة عليه؟ كل المؤشرات أختي الكريمة، كل المؤشرات التي تظهر الآن من الاحتلال سواء على مستوى الصحافة أو على مستوى الرأي العام كما يتبادل يعني من إحصائيات الرأي العام أو على مستوى المعلقين الأجانب وكيف ينظرون إلى هذا الكيان، تؤشر على أن هذا الكيان مقدم على زلزال سياسي. هناك زلزال سياسي داخل هذا الكيان بعد أن يتوقف المعارك. اليوم حجة نتنياهو أننا في معركة، حجته أننا في حرب ولا يجوز أن نغير في الحرب أو ننتقد بعضنا في الحرب أو أن نحاسب الأخطاء في الحرب، هذه حجته الواهية. ولكن في الحقيقة إذا توقفت هذه الحرب، ونسأل الله أن تتوقف قريبا، سترين زلزالا حقيقيا. ما حدث في العالم ليس بسيطا، تغير الرأي العام العالمي على مستوى شعبي، تغير حتى في موقف بعض الحكومات، عندما تتنادى حكومات اليوم إلى وقف أو إلى معاقبة كما يقول ماكرون، فرض عقوبات على أمتى كنا نحن نسمع من رئيس غربي وخاصة فرنسا؟ فرنسا هي الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث السيطرة الصهيونية عليها، فرنسا هي من الدول الكبرى التي تسيطر عليها الصهيونية العالمية، ولكنها اضطرت الآن اضطر الحاكم فيها الرئيس الحاكم أن يقول هذا التصريح، وهذا دليل على التغير الحقيقي، وهذا يلقي بثقله بدون شك على الكيان الإسرائيلي. كل هذا العناد لنتنياهو، كل هذه المكابرة لنتنياهو لن تنفعه بشيء، لا تنفعته ميدانيا حيث الهزيمة تنتظره، ولن تنفعه سياسيا حيث المحاكمة والعقوبات تنتظره أيضا.